في لعيب كبير في نادي الزمالك بيلعب لغايه دلوقتي، ما ينفعش اتكلم اقول اسمه يعني، قال لي مش هخش النادي، ليه؟ كان عايز يدفعني 50,000 جنيه. اللعيب اه والله كان عايز يدفع لك 50,000 جنيه عشان يوافق ان انت تدخل عشان النادي؟ اخش. وكان على فكره ان هو صغير بيتحكم في النادي. لا لا لا، ثانية ثانية، دي قصة بقى. لعيب كان بيلعب في وقت ده 2009 او 2010 لعيب كان كده بيلعب وبيلعب لغايه دلوقتي، وبيلعب لغاية دلوقتي؟ ما هو استغفر مفيش غير الله. واحد، لا خلاص بقى مفيش غير واحد. عشان نتكلم نقول اسمه طبعا. طب ايه اللي حصل؟ احكي لي من غير ما تقول اسمه. طبعا كنت في الوقت دوت كنت حابب ان انا العب الزمالك، اه ومضيت فعلا في الزمالك. وكنا طبعا هو كان معايا في المنتخب الاولمبي، وجينا واحنا في المنتخب الاولمبي كنا بنتكلم مع بعض في الاوتوبيس. انت وهو؟ وكان بيتكلم معايا قال لي مش تخش النادي يا عم. ليه؟ ما اعرفش ليه مره واحده كده مش تخش النادي وخلاص. وانتوا في اتوبيس ايه؟ في اوتوبيس انا كنت منتخب معسكرات تمام منتخب على طول من المراحلين جايين تمام مع بعض. اوكي. فقال لي مش تخش النادي، عايز تخش النادي؟ قلت له اه. قال لي هتدفع لي 50,000 جنيه. قلت له يا عم ازاي ادفع لك 50,000 جنيه؟ طب انا معيش 50,000 جنيه، فانا لما بخش النادي هبقى ادفع لك 50,000 جنيه. قال لي لا والله ما هتخش النادي. وفعلا على فكره انا بعد ما مضيت ووقعت عقود في النادي الزمالك، وكان المفروض محمد شيحه هيجيب شيك من النادي، الموضوع كله اتلغى. بسبب اللاعب ولا ما اكيد تعرفش؟ لا بص، هو اكيد سبب اللاعب. اللاعب كان قوي جدا ومحبوب جدا من الاداره، الاداره كانت بتاعته رسمي. على فكره انا قعدت واتفقت وخلصت كل حاجه، مضيت 4 سنين هناك وكان الرقم محطوط وكل حاجه كانت خلصانه. ولكن اللي حصل وقفت. اتقال لك ايه؟ وقفت ازاي؟ الرقم كبير اللي رومي كان طالبه في الاخر. انا رحت كنت ثالث اغلى صفقه في مصر في الوقت دوت، رحت انبي مليون و200,000 جنيه. يعني المشكله كانت في الاخر اتفاق النادي مع مع بص النادي. هو ما كانش يعني، كان في كريم زكي في الوقت اللي هو راح الزمالك ب 3 مليون جنيه بس. لا الشخصيه دي لو كانت على فكره انا الشخصيه دي بحبها جدا في الكوره جدا، ولكن يمكن من سبب اللي انا شايفه ان هو سبب الاسباب اللي ما خلتنيش ان انا اروح نادي الزمالك الشخصيه دي. قابلت الشخصيه دي بعدين قابلتها. وقلت لها لا ما هو احنا اصحاب يعني. انتوا اصحاب دلوقتي؟ بس انا قابلته، كان انا كنت بلعب في الاتحاد ونزل لي اكتر من مره، كان بينزل يقعد معايا عادي ومفيش اي مشكله يعني خلاص. وقابلته مره في افتتاح كان بتاع جنش، كان عامل كافيه، ورحت كنت قابلته هناك وسلمت عليه. هو وجبت اللي سلم سيره؟ عليا بصراحه. جبت هو سيره. جاب السيره على قال فكره، لك ايه؟ قال لي كنت دفعت 50,000 جنيه. ما تهزرش بقى. هو فاكر على فكره. والله هو فاكر الموضوع يعني. يمكن كان بيقول لك هزار. طيب ده كان بجد عشان طب بحسها. بتحسها. طبعا. طيب انت قبل كده شيكابالا راهنك انك تبقى هداف للدوري؟ راهنك انك تبقى هداف الدوري صح؟ لا بص، شيكابالا يعني شيكابالا كان معايا في منتخب مصر، هو اكتر لعيب كان وكان بيبعت في الاتوبيسات. اكتر لعيب كان بيلعب لي على الجون، كان بيلعبني، واكتر لعيب كان بيسمع لي اهداف. وفي مواقف بيني وبين شيكابالا كتير جدا يعني. كان في موقف من المواقف ان لو ما جبت لو لو عملت لك جون وما جيتليش ورحت للجمهور مش هلعب لك تاني. تمام. انا بعمل كده بروح للجمهور. حاجات كده بين اللعيبه وبين بعض. بس شيكابالا مؤدب جدا ومحترم جدا وراجل انا بحبه على المستوى الشخصي. طيب نرجع لل، مش عايز تقول اسم اللعيب اللي لا 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 خلاص مش عايز لا تقول، لا ما بس ينفعش. هو كان بيلعب في ساعتها وما زال بيلعب. ما زال. اوكي. والعهده عليك انت، ما قلتش بقى ينفع اقول لك اسمه وتقول لي او لا؟ لا ماشي خلاص.